في صلاة الفريضة إذا قرأ الفاتحة، فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور؟ نعم. يقول في صلاة الفريضة إذا قرأ الفاتحة، فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور؟ نعم، إذا كان يصلي وحده فليطول ما شاء ويقرأ ما شاء، ما إذا كان يصلي بجماعة فإنه يخفف، يراعي أحوالهم، أيكم أما الناس فليخفف. نعم.